بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم يا شباب، إيه الأخبار؟ أسعد الله مساءكم، إن شاء الله هنكون في يوم علمي جديد وشيق مع Scientific Weekly Monday. احنا النهاردة ان شاء الله هنعرض برضو حالات اكلينيكية استمرارا للويبينار اللي فات، عرضنا حالات اكلينيكية كويسة جدا. والنهاردة ان شاء الله احنا مستمرين مع مجموعة العرض الحالات الاكلينيكية. المفروض ان النهاردة هينورنا بالحالات الجميلة دكتورة امل سمير والدكتورة لمياء كمال والدكتورة نيروز من السودان الشقيق، تمام؟ فمعانا ثلاث بطلات اهوت النهاردة هيعرضوا لنا حالات إن شاء الله تكون حالات جيدة وانترستينج ونتعلم منها كلنا. يعني أنا مستني والله أتعلم من العرض اللي هما هيعملوه النهاردة. الحالات النهاردة إلى حد كبير مش ستريت فورورد قوي، يعني الحالات هتبقى فيها شوية تفكير، تمام؟ فربنا كريم إن شاء الله نستفاد جميعا. مساء الخير عليك دكتورة رانيا. وفي ديسكشن جامد على الحالات النهاردة بالذات، يعني الحالة في حالة كده يعني هيبقى عليها ديسكشن واحتمال نتخانق مع بعض. وهنشوف هنطلع بإيه وهنستفاد إزاي، وربنا يكرمنا. فهو النداء بقى لزملائنا اللي هيعرضوا الحالات، انتوا جاهزين يا جماعة؟ أهلا بيك دكتور إيهاب. طيب دكتورة أمل جاهزة؟ دكتورة أمل سمير، يمكن كان معاكي حالة من الويبينار اللي فات يا دكتورة أمل ومعرفناش نعرضها، يعني كان في تكنيكال بروبلمز يعني، فممكن نبتدي معاكي ثم الحالة. حاضر، ما هو أنا لو عملت unmute الكل هيتكلم يعني. طيب ماشي، الدكتورة أمل هتبتدي ثم الدكتورة نيروز ثم الدكتورة لمياء، يعني بالترتيب ده لأن حالتك يا لمياء تقريبا هنتخانق فيها شوية، فتقدري تبتدي. وطبعا احنا النهاردة هيبقى معانا برضو كيس بريزنتيشن من الدكتورة مارينا جورافلوفا، هي كيس مفاجأة، أنا شخصيا ما أعرفش ده إيه، فهتعملينا برضو case presentation. فيبقى النهاردة عندنا أربع حالات، أربع cases presentation، دكتورة أمل سمير، دكتورة لمياء كمال، دكتورة نيروز، وختاما بالدكتورة مارينا، ونشوف كده مع بعض. يلا يا ستي ابتدي. شير يا دكتور بعد إذنك. تفضلي. شير سكرين بليز يا دكتور. برضو. بوست برضو disabled، لازم حضرتك تعمل لنا permission الأول. One participant. طيب يا ستي حاضر. تمام كده. او امل واضح انه جاهزه وفاتحه اللابتوب من امبارح مثلا. لا من قبل كده والله يا دكتور. طيب يا ستي حلو الالوانات دي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا السلسله بتاعتنا ان شاء الله تتواصل باذن الله على طول. 30 years old male patient presented with asymptomatic nodule since 20 months. clinically, it is a nodular lesion, 5 millimeter in diameter, dome shaped, rough surface, well defined border, brown. Two gray in color. صوت يا جماعة. Surrounded by normal skin. صوت
اتفضلي يا دكتور اعمل، انا قفلت الاصوات. تمام. Diagnosis. تمام. يعني هي الديفرنشال بتاعها يكاد يكون سهل. احنا شايفين بيجمنتد ليجن دوم شيب، غالبا هيكون يا اما هفكر انها تكون ميلانوما، ممكن بيزل سيل كارسينوما، سيبريك كيراتوزيس عشان الرف سيرفيس بتاعها، ميلانوسيتك نيفس عاديه. طيب انا اللي يهمني في البيجمنتد ليجن ده ات از بيناين اور مالجننت، يعني هي دي اكتر حاجه هكون خايفه منها. طيب طبعا الدرموسكوبي هيكون له الرول الكبير، زي ما حضرتك دايما بتفكرنا ان any pigmented lesion should be examined by dermoscopy as a routine. هو اي ليجن عموما مش بس البيجمنتد. طيب باي درموسكوبي انا حطيت شويه أرز، بس لو ممكن حد يحب يشارك هو شايف ايه ممكن نشوف على الشات. جميل. بس انا يا دكتور مش هعرف اشوف الشات، فلو حضرتك هتشوفه. تمام انا معاك يا امل، اي كومنتس انا هنقلها لك. في هنا الدكتور حاتم حجازي بيقول انا شايف ميليا لايك سيست. تمام. معايا امل؟ ايوه انا مع حضرتك. اكمل ولا نستنى حد تاني هيقول اي كومنت؟ امل معاك يا دكتور، حضرتك سامعني؟ لا هو صوتك كان راح، فانا بقولك في حد بيقول ان في ميليا لايك سيست، في حد بيقول برضو بيرش الدايجنوزس وبيقول ميلانوسيتك نيفس، في ناس بتقول ميليا. انا بقرا لك الكومنتس يعني. تمام تمام. دوتس اند جلوبولر باترن. في كوميدو لايك، في تيلانجكتيزيا بس دي بره الليجن خالص، تيلانجكتيزيا دي فما. طيب ماشي. في سيبوريك كيراتوزيس، ناس برضو بترشل دايجنوزيس. في بيجمنتد نتورك، في نيجاتيف نتورك يعني منى حسين نيجاتيف نتورك، تيلانجكتيزيا اوف ايتين بوك ليتل تيلانجكتاتيك فيزيكلز، يعني دي معظم الكومنت. هي ما شاء الله عليهم، هم قالوا حاجات كويسه جدا. يعني هنبتدي كده نقول على كل ارو بيشاور على ايه. يعني هنا ممكن نقول انها تيبيكال بيجمنت نتورك. يعني ايه تيبيكال؟ ليه بنقول عليها تيبيكال؟ لانها شكلها ريتيكولر، تمام، الباترن بتاعها، وما فيهاش حتت اغمق مثلا من حتت قوي. يلا عند بابا، يلا عند بابا. يا جماعه نقدر لو سمحتوا يقفل. دكتوره سمر، دكتوره سمر بعد اذنك ممكن تقفلي المايك؟ يعني انا بحاول اقفل بيرجعوا يفتحوها تاني، ما اعرفش. تمام. دي اول حاجه ممكن نشوفها. تاني مجموعه أرز دي يمكن فعلا شفنا براون جلوبيول زي ما في دكتوره قالت او دكتور قال. ممكن نلاقي فيه المالتي فوكال هايبوبيجمنتيشن، ودي غالبا مكان السبيشس جلانس. اعتقد ان في حد قال ميليا لايك. الميليا لايك يمكن قصده في الهايبوبيجمنتد ارياز دي، هو قصده ان دي ميليا لايك، بس لا مش هي. احنا شايفين البوردر هنا ويل ديفايند بوردر، ودي حاجه مميزه جدا. وبرده في حد قال الموث ايتن ابييرنس، ودي حاجه فعلا المفروض انها دايجنوستيك لحالات سبيريك كيراتوزيس. ويمكن دي الحاجه اللي ممكن تكون زي ما حضرتك كنت بتقول لنا قبل كده، ان بيبقى في دايما ديفرنشال دايجنوز للكلينيكال، وفي ديفرنشال دايجنوز للدايجنوزيس للدرموسكوبيك فيتشرز يعني. تمام. فيمكن تمام. دي الحاجه الوحيده، مع ان بيتكلموا على التلانجكتيزيا بس دي فعلا بره الليجن نفسه، يمكن كنا هنهتم بيها قوي لو كنا شفنا البيزلز دي جوه الليجن. تمام. فهي سيمبلي اتس ميلانوسيتك نيفس، وبالمره دي صوره الميلانوسايد بالالكترون مايكروسكوب. فهي الحاله مش صعبه قوي، بس في شويه تيبس كده بعد اذن حضرتك ممكن نقولها عشان طبعا نعمل طبعا اهميه بس للبرزنتيشن بتاعنا.
طيب احنا في ناس كانت دماغها راحت للسيبرايت كيراتوزس، طب تعالوا نشوفوا شكلها كده بالدرموسكوبي شكلها عامل ازاي. في ليها شكلين شفتهم فيري كومن قوي في البيبرز. في واحد شكل البرين تيشو شويه اللي هي على الايد الشمال، والناحيه الثانيه هي فعلا اللي زي ما في حد من الدكاتره قال كوميدون لايك اوبننج، هي ده نتيجه وجود الكيراتين الكتير قوي اللي فيها هو اللي بيدينا الاشكال دي، وهو برضو اللي بيدينا شكل الكلاودي ده او الوايت كلودز دي سوري، اللي هي الكيراتين سيست او اللي بتسمى او يطلق عليها ميديا لايك سيست، بيبقى فيها فيشرنج كتير، ده نتيجه كل ده نتيجه الكيراتين. فالدرموسكوبي كده هنا هيدينا دي بنص من البيبر اللي انا شفتها ان الدرموسكوبي كان almost always confirm that they are harmless in 2 seconds. يعني بيقول اهميه الدرموسكوبي ايه، ان هو ازاي يقدر يشخص حاله زي دي بمنتهى السهوله. فالصورتين دول برضو سهلين قوي ان احنا نعرف ان دي حاله سيبريك كيراتوزس. طب نرجع تاني نشوف هي ليه مش بيزل سيل كارسينوما. اهم حاجه فيها الابسنس اوف بيجمنت نتورك، تمام، انما احنا في الحاله بتاعتنا كان في بيجمنت نتورك باينه جدا. بس من اهم الحاجات اللي موجوده كمان كدايجنوستيك في البيزل سيل كارسينوما في الدورموسكوبي السبوك ويل ارياز دي، اللي هي بتبقى زي العجله بتاعه البايك، تمام، والاربرايزنج بلاد فيزلز واللارج براون جلوبيولز اللي موجوده في الصوره اليمين فوق، شكل الالسريشنز، وفي اللارج بلو جراي اوفويد نست دي برضو من الحاجات الدياجنوستيك قوي للبيزل سيل كارسينوم. طب تعالوا نقول احنا في لقيت بقى بيبرز كتير جدا بتتكلم على اقدر ازاي اقول ان دي حاجه بناين اور مالجنانت. فقالوا ان في بيبر من البيبرز قالت ان في ميجر وماينور كرايتيريا للمالجنانت ميلانوما. الميجر مثلا اتيبيكال بيجمنت نتورك، البلو وايت وايتش فيل، الاتيبيكال فاسكولار باتر، والماينور الريجولار سترايكس والريجولار بيجمنتيشن والريجولار دوتس اور جلوبيولز والريجريشن ستراكشرز. طب ممكن نشوف الحاجات دي او نطبقها على اول صوره. مثلا اول صوره طبعا الاتيبيكال بيجمنت نتورك لان احنا مش شايفين فيها، يعني لو مسكت مثلا الصوره دي او اي ليجر قسمته باكسس كده كاني بقسم ساعه من 12 ل 6 ومن 3 ل 9 ومن 2 ل 7 وكده، فهنلاقي ان كل ربع فيهم او كل تمن فيهم بيبقى شكل مختلف عن التمن التاني، فدي اتيبيكال. شكل برضو البلو وايت شبيل دي مش باين فيها قوي الاتيبيكال فاسكولار باترن. طب نشوف الحلقه الصوره الثانيه اللي على اليمين دي اكتر واحده تبين الريجريشن ستراكشرز، ان الصوره ما تبقاش باين بقى فيها غموض، مش شايفه حاجه معينه اقدر احط ايدي عليها. يعني الحاله الثالثه دي باين فيها الاروس دي بتبين جدا الريجولار ستريكس، تمام. واخر واحده دي بتبين الالوان الكتير اللي ممكن تكون موجوده في حاله مالجنانت ميلانوما. يعني هنا شايفين ممكن في حتت بلاكش، في دارك براون، في لايت براون. اخر واحده دي بتبين اللي كنا بنقول عليه الاتيبيكال فاسكولار باترن، تمام، اربرايزنج بلاد فيزلز كتير وغير البيجمنتيشن وكده. لقيت برضو تاني سكورينج تاني معمول على للمالجنانت ميلانوما بيتكلموا على A B C D سكورينج، ويمكن ده أشهر واحد اللي هو الأسيمتري والبوردرز والكالر والديفرنشال ستراكتشر كومبوننتس. وقسموها بقى ادوا كل واحد له سكور وله بيتضرب في فاكتور في الآخر ويطلع لنا ريزلتس، وفي الآخر ادوا جريد بناين لسسبيشس للمالجنانت ميلانوما. برضو في سكور تالت او رابع يمكن اسمه 7 points rule، برضو قسموها بشكل تاني علشان يشوفوا التوتال سكورنج عمل كام، ولو هو اكتر من 7 ولا هيبقى من 1 ل 7 او اقل. في
في برضو لقيت سكور اخير كاش سكور برضو قسمها على حسب الكالر والاركيتكتشر والسيمتري والهوموجينيستي وإذا برضو كل واحد فيهم سكور وبتتحسب بالكاش السكور لو من 7 او اقل ده بناين لو اكتر من 8 فده suspicious of melanoma. طيب في نوت مهمة جدا ان مع كل الحاجات دي البيشنت ديسكريبشن تشينجز از فيري امبورتنت. يعني هو اللي هيقدر يقول لي حصل فيه ديفرنشيشن في السايز والكالر والشيب, حصل فيه ulceration او spontaneous bleeding, كل الحاجات دي ممكن تغير فكري انا او دماغي حتى لو انا كنت حاسه ان هي حاجه فيري benign, لكن التشينجز دي اللي البيشنت هيقول لي عليها ممكن تعلي suspicious of malignancy. في الاخر يا دكتور ثانك يو, ودي حاجه انا جبتها برضو من البيبرز بتاعه الدرموسكوبي مكتوبه كده بالنص train your brain, فلقيتهم كم هائل من الصور. بعد اذن حضرتك لما حضرتك هنزل محاضره ان شاء الله على اليوتيوب انا هحط كل اللينكس بتاعه الصور اللي انا شفتها. الدرما نتس اورج دي منزلة مجموعة رائعة من البيبرز, ويمكن منزلة بي دي اف كبير جدا. أنا كنت محتارة أحط صور إيه ولا إيه من كتر جمالها, ولأنهم فعلا مش سايبين أي بوينت غير لما حاطين عليها صورة واثنين وثلاثة, فهي تعود للعين وإن إحنا نحاول إن إحنا نشوف صور كتير فعلا. يعني حسيت إن الموضوع ده مهم قوي في حالات البيجمنتد ليشنز. Thank you دكتور فور الحالة دي, و أرجو أن أكون ما طولتش. لا رائع يا دكتورة أمل, والله عرض أكثر من رائع, أنا استفدت منه حاجة فعلا رائعة جدا. أنا بس حابب أضيف أن الدرموسكوبي أهميته كانت دايما في بداية يعني تطبيقه واستخدامه بشكل واسع في النقطة اللي الدكتورة أمل اتكلمت فيها النهاردة اللي هو البيجمنتد ليجنز. بعدين بدأنا نستخدمه في كل حاجة في جلدي, لكن هو انك يجي لك مريض عنده اولد مول وبدا يروح الريفييرا في فرنسا ولا في ايطاليا وبعدين ياخد السن اكسبوجر وبعدين يرجع لبلده المول دي اتغيرت, هل ناخدها بايوبسي ونعملها باثولوجي ولا لا؟ هو ده دور الدرموسكوبي, انه مش كل الحالات هنبدا ناخد لها باثولوجي وممكن ان احنا نريفير بعض الحالات للباثولوجي. هي دي الفكره, الحاله دي تريفير وتاخد لها باثولوجي ولا لا. فمن هنا بدأ فكر الألغوريزم اللي هو الدكتورة أمل عرضته النهاردة. أنا عندي أكتر من ألغوريزم أقدر أعتمد عليه أن أنا أشوف الحالة دي هي suspected cases of melanoma ولا مش suspected case of melanoma. أنا شخصيا بفضل إيه؟ بفضل 7 point checklist لأنه إلى حد كبير هو conclusive. ودايما علشان ما تنسوش الخطايا السبعة, دايما انا حتى لسه شارح لبعض زملائكم النهارده في الحدوته دي, قلت لهم الاخطاء السبعه او الخطايا السبعه او الكبائر في الاسلام. احنا عندنا الكبائر لكن في مصطلح اللي هو الخطايا السبعه, ده طبعا مصطلح يعني موجود في العهد القديم على ما اذكر, اللي متخني ثقافتي وموجود في العهد القديم او التوراه هما في الأخطاء السبعة. فأنت علشان ما تنساش الأخطاء السبعة قدام حضرتك أهم, وفي منهم أول ثلاثة بناخد درجتين لكل واحد لو لقيته, اللي هي الأتابيكال بيجمنت نيتوركينج أو تلاقي بلوش وايتش فيلز. وش معنى البلوش وايتش فيلز؟ لأن الألوان لما حضرتك بتشوفها بالدرموسكوب لو لقيت اللون بلاكش يبقى ده معناه سوبرفيشال ميلانين, لو لقيته براونش معناه ميلانين موجود في اللور ابيدرمس, لو لقيته وايتش جراي ده موجود في البابيلاري درمس, لو لقيته بلوش ده ميلانين موجود في الديب درمس او الريتيكولار درمس. فاكيد لما تلاقي الالوانات اللي هي بلوش وايتش جرايش يبقى معناه ان دي حاجه غطسه لتحت, يعني طبعا لازم تاخد درجتين. والاتيبيكال فاسكولار باترن ايه اللي يخلي فيه بلاد فيزلز انسايد النيفس, إيه اللي جاب القلعة جنب البحر, يعني تاخد درجتين. وبعدين بقيت الحاجات الريجولار ستريكس أو الستار بارست أبيرنس, الدوتس والجلوبيولز لو الريجولر, البلوتشز والريجريشن ستراكشرز, كل دي تدي واحد واحد. ولو المجموع عدى الاثنين
يعني جاب معاك ثلاثة يبقى حضرتك دي highly بنسميه كده high index of suspicion of suspicion in this case. يبقى الحالة دي لازم تاخد لها باثولوجي. لو المجموع واحد يبقى لا الحالة for follow up ومفيش داعي تاخد الباثولوجي. فدي بس إضافة أنا حبيت أقولها. لكن طبعا في different algorithm, في الكاش algorithm, في ABCD algorithm, في حتى حاجة كده اسمها 3 point checklist برضو من ضمن الحاجات المكتوبة يا أمل. 3 point يعني الأسيمتري ومش عارف إيه, ولو طلع أكتر من واحد يبقى suspicious. اللي انت عملتيه ده review سريع وهام على أهم نقطة في الديرموسكوب اللي هو الميلانوما. وطبعا الكلام ده مهم جدا في أوروبا علشان الناس اللي هم fair skin أو لما بيحصلهم change في المولز أو حاجات زي كده. أنا بحييك على العرض الرائع. شكرا جزيلا, عملت لنا برين ستورمينج رائع جدا. عرض الديرموسكوبي بتاعك هايل. الحالة ستريت فورورد بس خلتنا نفكر ونسترجع جمال البيجمنتد ليجنز والديرموسكوبي يعني. فشكرا يا دكتورة أمل. شكرا. نيجي بقى لعرض الدكتور, في حد عنده إضافة الأول على حالة الدكتورة أمل قبل ما تسيبنا؟ معنى الألوان, معنى الألوان انطلب. بصوا يا جماعة الألوانات اللي بتشوفها دي زي الحالات اللي عرضها الدكتورة أمل, ساعات بنلاقي لون بلاكش, ساعات بنلاقي لون براونش, ساعات بنلاقي لون جريش وبلوش. هو أنت بتشوف درجة اللون على حسب موقع الميلانين فين. الميلانين كل ما كان سطحي يعني في الاستراتم سباينوزم والاستراتم جرانيلوزم وكده يبقى هتلاقي بلاكش. لو تحت في الاستراتم بزال يبقى براونش. لو لقيته وقع في السوبرفيشال ديرمس يبقى لونه جريش او نقدر نقول جراي كلر. وبعدين لو وقع بقى في الريتيكولار ديرمس هيديك البلويش كلر. تمام كده. نيجي بقى للدكتوره, هتبقى الدكتوره مين؟ دكتوره نيروز. انت جاهزة دكتورة نيروز؟ هي راحت فين دكتورة نيروز؟ معانا؟ مساء الدكتور, تسمع فيا؟ مساء النور, اهلا بيكي. ازيك؟ يا هلا. هو انت نيرو بشير؟ نعم يا دكتور. نيروز بشير؟ نعم نيروز بشير بن سعود. اهلا اهلا بيكي. انت من السودان يا دكتوره نيروز صح؟ لا من ليبيا. من ليبيا. تذكرت وقالت لي يعني انا لما اتكلم بالعربي كده طبعا يعني احنا النبي عربي يعني احنا هنفهم طبعا. بس هو الحقيقه كان على ذكر قبل ما تبتدي كنت بحكي لبعض الشباب النهارده وانا بحضرهم ايه حدوته كده صغير في الأقصر ديرما فلاني مش اللي فات ده. كان معانا دكتورة فجأة كده وبدون سابق انذار لقيتها بتبكي يعني. فمين دي وبتبكي ليه؟ خدناها على جنب. طلعت دكتورة هندية وكانت جاية الأقصر ديرما وبعدين ده انترناشنال كونفرنس وبعدين اتفاجئت ان معظم المحاضرين بيتكلموا الفرانكو عربي يعني اللي هو ايه يعني ربع انجليزي وتلات اربع عربي يعني. فالحقيقة الست كانت زعلانة ومتضايقة جدا وانا جاية مشوار قد كده وجاية عايزة استمع وافهم عليكم بتكلموا عربي طب انا مش فاهمة. فانت فكرتيني بالحدوتة دي. نفس القصة. لا ولا نفس ولا حاجة. فأنت إن شاء الله تعرض لنا الكيس بتاعتك ونتناقش فيها وإن شاء الله خير. تفضلي يا دكتورة نيروس. أوكي هي السلايد باينة دكتور؟ باينة إحنا شايفين. أوكي بس هي صغيرة عايزين أيوة نكبرها. أوكي هيكي كويس؟ ماشي يعني كويس. لا هي كده نص الكلام مش مقري فيعني حاولي تسنطريها. أيوة تمام. أوكي a 30 years old female presented with lesion on her back which is itchy, come and go
with 1 year's duration. Okay. تمام. This is the case. دكتورة مارينا بتبعت لك نصيحة بتقول لك revert your device to side. علشان اوكي اوكي تمام فهمت كده أيوة. تمام كده تمام جدا This is the case okay By examination there is macule and papule with excoriation and some area of post-inflammatory hyperpigmentation the interscapular region and the whole back Okay. So, by the dermoscopy, we can see on the right picture, we can see some red dots, patchy distribution with the scales. And in the left picture, we see follicular pustule. Mm-hmm. Okay. So, what do you think about this case? تمام. هنوقف هنا بقى. خلينا نفكر شوي. هنوقف هنا. أنا بروحي ما عرفتش يعني الحق حطيت differential يعني كان في الأول. أنت لحد الآن ما جبتيش الدايجنوزس النهائي. طيب أنا يمكن سبتها for discussion علشان الحالة دي very 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 interesting case. وبدأت أشوف الباترن ده متكرر يعني بدأت أشوف منه كتير فارجعي لصور الكلينيكال تاني دكتورة نيروز بعد إذنك أوكي وهاتي الصور الكلينيكال على محلك ماشي الحالة دي كانت 30 سنة في ميل جات للعيادة مع زوجها ويمكن اللي تحت ده إيد زوجها قلت له ساعدني كده وخليني كده إيه أخد الصورة يا عم الليجنز حرفياً موجود في السنتر أوف ذا باك تقريباً من الانترسكابولر ليجنز شوية خفيف وبعدين نزل بتقلو على اللور باك يعني اللور باك هنا يعتبر الهيفي بريزنتيشن في المنطقة اللي هي دي والست بتهرش جداً 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 yes. الديوريشن المنظر ده هي بتدعي ان هو كمان جو كمان جو بيزك بقاله سنة أيوة one year وكمان جو جالك قبل كده يا ستي جالي يا دكتور وبعدين خف وبعدين رجع تاني ودلوقتي أنا جيالك بسبب الإتشينج العنيف باللي أنا قلته ده بالمنظر ده إيه اللي نقدر نحطه كتشخيص هنحطه differential يعني أنا أول مرة لما شفتها كان يعني كأنها واخدة شكل الكريسماس تري يعني تمام. بس لما تركز أنا هنحط الديفرنشال اللي أنا حطيته يا دكتور تمام حطي كده الديفرنشال بتاعك وقولي لي يعني first thing اللي هي gutted psoriasis you can think about ماشي. second هي بتريازز روزية third is acute cutaneous lupus erythematosus بس على حسب طبعا نحن هنفرقه بالهيستوري يعني والليجن confluent and reticulated papillomatosis واللي انت قلت لي عليها يعني تمام okay. طيب ناخدها واحده كده في هنا حتى ناس انت بتقرا الشات معانا يا دكتوره نيروز ولا مش بتقرا الشات يطلع يعني بسرعه في ناس كاتبه انه مثلا في حاجه اسمها بروريجو بيجمنتوزا في ناس كاتبه اريثيما اب اجن في ناس yes. كاتبة الجروفرز ديسيز الجروفرز اللي هو التاد اللي هو ترانزيانت اكانفليتيك درماتوز في ناس كاتبة نيورودرماتايتس في ناس كاتبة دي اتش في ناس كاتبة الكيتوجينيك دايت درماتايتس يعني دي ناس شاطرة قوي اللي كاتبة الترم ده بس هو مش كده يعني بس كويس بروريجو بيجمنتوزا او الكيتو راش الارتكاريا بيجمنتوزا بروريجو بيجمنتوزا لايكن بلانس أمايلويدوز أنتك درماتايتس إزينوفيليك فيليكولايتس طيب هل اللي أنا عمال أقوله ده في حاجة كده علقت في دماغك من الديفرنشال اللي أنا عمال أقراه ده ولا كله في الهواء يعني كله ما كيف يا دكتور
الديفرنشال دايجنوزس اللي انا عمال اقراه من الشات ده، يعني مثلا تتفقي لما اقول لك دي جروفرز ديزيز تقولي لي اه يا دكتور عندك حق ولا لا دي مش حاله جروفرز؟ لا يا دكتور. طيب اريثيما ابين معايا فيروز، اريثيما اب اجني ينفع؟ اريثيما وات؟ اريثيما اب اجني بصراحه انا مش عارفه مش فاميليار ماتر. طيب yes. انت تقدري تعرض لنا الديفرنشال بتاعك الاول، ومش هنقرا اللي موجود في الشات عشان ما نتلخبطش، واحده واحده كده. جاتيت رايسس تمام، بتريسس روزيا تمام، سب اكيوت كوتينس لوبس حلو، كونفلوينت اند ريتيكوليتد بابيلوماتوسس. طيب عندك تفنيد لكل واحد يعني نقدر نتكلم الجاتيت سورايسس؟ يلا اتفضل. الجاتيت سورايسس يعني اول حاجه تكون ليجن، انا حاطه صور هنا. ومال اراضيها وتكلميها. شفتها يا دكتور؟ احنا شايفين. هو يعني بالنسبة للجاتيت سورايسز يعني أنا فكرت في الليجن، يعني يكون قريب من الصورة اللي أنت وريتها، يعني اللي أنت الكيس اللي أنت عرفتها. بس يعني في حاجات ويب وحاجات مش يعني مش ماشية يعني معها. الحاجة طبعا اللي أنا ما فكرتش إن تكون مش ماشية معها يعني واجد، إن الكيس اللي أنت اللي عرضتها تطور اللي هي كرونيك بالنسبة أما الجاتيت رايسز هي أكيوت وعادة تكون بريسيدد يعني بريسبيراتوري تراكت إنفكشن، ونفس ما هم كاتبين تطور إن هي تكون كومن بالأطفال أكثر يعني. تمام، هذه بالنسبة والليجن، يعني الليجن في الأول الكيس الأول اللي شفت اللي حطيتها عن الجاتيس رايس، الجاتيس رايس يعني حتكون الريثيما وحتكون رين دروب البلاك وعليها الوايت سيلفر سكيلز تكون أوضح. تمام، هذه بالنسبة للأول ديفرنشال دايجنوسيس. تمام، بالنسبة للبترياسس روزية حتكون حتى هي حتكون أكيوت. الحاجة الثانية إن البيشن حتقول قبلها إن هي جاية بهيرال باتش الأول اللي تطلع في الأول. أوكي that's it. بالنسبة هو إحنا ممكن نفكر في بنفيجس فليشيس ولا ما ينفعش؟ بنفيجس فوليشيس ده صعب شوية يعني، حتى الدرموسكوب ما... لا 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 بنفيجس فوليشيس ما فيش خالص، بعيدة يعني مش شايفين حتى إروجنز، احنا كلها شايفينها ريتيكوليتد إريثيميتاس بليكس، أو نقدر نقول بوليجونال، هي يعني مش ريتيكوليتد هي بوليجونال أكتر. تمام تمام، كمل يا دكتورة ميروز. اوكي بالنسبه للسب اكيوت كوتينس لوبس طبعا الهيستوري يكون يعني ديفرنت عن بعضهم بكل، بس الليجن قريبات من بعضهم حيكون يعني سيميلر، لان انا يعني لو نجوم نقولوا ان الكيس اللي عرضتها الاول هذه تكون يعني انا فكرت في السيبوريك ديرماتايتس. ايوه طب ليه ما كتبتهاش في ما هي الفاينل دايجنوسيس يا دكتور؟ ايوه يس ايوه اللي هي ترانكال سب اكيوت سيبوريك ديرماتايتس في الترانك، فهي في بيكتشر منها اللي هي قريبه من البيكتشر هذه ونفسها من نفس البترياس الزروزيه اللي هي يكون بتري. تمام اوكي فهمتني. تمام، اما اخر حاله الحق دكتور انا ما عرفتش شنو ايوه اخر حاله ان هي صعبه اكيد. طيب ممكن تجيبي لي صوره الدرموسكوب ونبص كده مع بعض، يعني هنجيبهم ارجعي بقى هاتي كلينيكال وبعدها درموسكوب والناس معانا هنا وندردش. الكلينيكال اهو، هذه صوره الكلينيكال كيس. اوكي لحظه بس دكتور،
على مهلك، خدي وقتك خدي وقتك، على مهلك. حلو قوي. كلينيكال هنا احنا شايفين حاجه في السنترال اوف ذا باك، وشايفين ان هي اريثيميتاس باتشز وبليكس، واضح الاكسكريشن ماركس، يعني واضح قوي علامات الحكه او ان المريض بيغرش على حسب ما ايده الطول. يبقى احنا بنتعامل الى حد كبير مع اتشي ديرماتوزيس. تمام. الكونفيجوريشن هنا واخد شويه شويه بوليجونال الى حد ما، يعني تحس ان الباتشز والبليكس دي عامله زي بوليجونال كونفيجوريشن، فهضطر ان انا احط درموسكوب الوسيله اللي جنبي، هتديك على الاقل بيتر ماجنيفيكيشن وتشوف توزيعه المرض عامله ايه، تشوف فيه بلاد فيزلز ولا لا، تشوف فيه كراستيشن ولا سكيلز، يعني هتبين لك شويه باثولوجي. الدرموسكوب يا جماعه هو ابسط حقيقه ان هتبين لك باثولوجي من غير ما تاخد بايوبسي يعني. ف هنروح على صورة الدرموسكوب. حتى على صورة الدرموسكوب. أوكي. على صورة الدرموسكوب. نحاول نكبر الصورة على الشمال شوية. تمام. كويس أدو. شايفين إيه هنا بالدرموسكوب؟ حد كده على الشات يقولي هو شايف إيه؟ ريد دوتس. طيب. إحنا في ريد دوتس. آه. مظبوط. وفي سكيلز وفي والسكيلز والسكيلز هنا موجوده فين؟ اراوند بيري فوليكولر، ودي لها قيمه، لها قيمه كبيره. خش على الصوره اللي على الناحيه الثانيه لانه اوضح. كبر كده اريثيما. شايفين هنا البلاد فيزلز واخده لينير باترن شويه، او بيسموها لينير دوتس، او بيسموها لينير ريد لاينز، باينه زي تلانجكتيزيا. يعني هي مش تلانجكتيزيا بالمعنى الحرفي، لكن هي لينير دوتنج، لينير دوتنج، وده باين. دكتور هنا نقول عليها ان هي باتشي ديستريبيوشن يعني. لا لا لا، هو في لينير دوتس واضحة أو لينير لاينز باينة شوية، مش ده الجلوبيولر باترن بتاع السورايسز يا جماعة، عشان بس اللي هيشوف المنظر ده ويقول عليها سورايسز، هي قريبة جدا للسورايسز. وإحنا اتفقنا إن الدرموسكوب مش كونكلوسيف في الحالات اللي زي دي، لكن يديك كلوز، يديك إشارات وإنت بتعمل لينك. إنت ممكن بالمنظر اللي على اليمين ده تبدأ تقول آه ده في blood vessels وكتيرة، فده ماشي مع السورايسز. أولا مفيش homogeneity، blood vessels مش glomular in shape، بالعكس تتحس إن هي واخدة linear أو بيسموها red lines. الريد lines دي من الحاجات المميزة جدا للseborrheic dermatitis. بس مفيش الوايت سكيل بتاع السكيل. طيب خش بقى على الناحيه الشمال وانا هوريك السكيل وضعها ايه. السكيل هنا مش هنقول ان هي، بص كده في بيري فوليكولر سكيل. طب والباثولوجي هنا، يعني انا لما اشوف حاجه زي دي افهم انا منها ايه؟ لما ترجع كده للباثولوجي بتاع السيبوريك درماتيتس هيقول لك ان هو بيكون في عند الفوليكولر اوستيا في باراكيراتوزس دايما. يعني لما ترجع عند الفوليكولر اوستيا في الباثولوجي دايما يبقى في باراكيراتوزس، واحيانا يكون في سبونجيوزس، واحيانا يكون في نيوتروفيل كولكشنز، حته كده مديه على سورايسز حوالين الهيرفوليكل اوستيوم، فتلاقي دايما السكيل في الحته دي. فهنا زي ما احنا شايفين واضح ان الديستريبيوشن اوف سكيلز موجوده حوالين الهير فوليكل، فتربط ده مع ده. اه ده الباثولوجي بتاع السيبوريك درماتيتس يقول ان عند النيبنج بتاع الاوستيوم بتاع الهير فوليكل بيبقى فيه باراكيراتوزس. يعني ممكن كلينيكالي تشوف ايه؟ سكيل في الحته دي. فوجود الانتنس، وجود الانتنس ديزاير للاتش، وجود اللينير ريد دوتس او اللينير ريد لاينز،
وجود البيري فوليكولر سكيلز بالشكل ده كمان البوليجونال كونفيجوريشن الى حد ما بالكلينيكال، كل دي بوينتس تخليك تقول دي حاله ايه سيبوريك درماتايتس. ومش هنستبعد ان احنا نقول ممكن لو حبيت تدي لها الكلينيكال تيرم تقول ان دي بيتالويد سيبوريك درماتايتس، ما فيش ما يمنع ابدا. البيتالويد عاده بيجي هنا، عاده بيجي هنا وساعات بنشوفه هنا، لكن ما فيش ما يمنع انه ممكن يجي كمان في الباك. وانا شخصيا شفت حالات من ده كتير. يعني البيتالويد الموست كومن سايد بيجي في الهيسترنم، لكن ساعات في يجي هنا في النيزوليبيال، واحيانا يجي في الباك سواء الانترسكابولر بارت نزولا للور باك. حد فاهم انا بقوله؟ حد عارف الكونكلوجن هنا مش ازاي؟ تاني عندنا هايلي بروبنسيتي للإتشنج في المكان ده. عندي الكلينيكال في زي بوليجونال كونفيجوريشن شوي، عندي بالدرموسكوبي مش جلوبولر او جلوميلر بلاد فيزل اللي هي بتاعت السورايسز، وما فيش الهوموجيناسيتي دي، وما فيش السيلفر سكيلز، لا ده انا شايف اكتر ريد لاينز، شايف بيري فوليكولر سكيلز، شايف ما فيش هوموجيناسيتي. الكلام ده يخليني اتجه اكتر ان دي سيبوريك درماتايتس. بس كده دكتور، يعني بالدرموسكوبي يعني كيف نفرق بينها وبين الاذر ديفرنشال دايجنوسيس؟ يعني يعني لو انا شفت على الشمال والصوره على اليمين، وانا شفتها على الشمال وعلى اليمين نفس البيشنت، بس انا هنا صورت لقطه وهنا صورت لقطه وهنا صورت لقطه، بتلاقي لقطه. يعني اللقطه اللي على الشمال انا ليه بعتها لك؟ علشان تحطيها في البرزنتيشن، عشان واضح فيها قوي البيريفوليكولار سكيلز، واضح فيها الفاسكولار باترن كمان بس مش قوي، لكن الفاسكولار باترن واضح اكتر على الصوره اللي على اليمين، وباين الريد لاينز. دي مميزه شويه للسيبوريك درماتايتس. مش هقول لك كونكلوسيف، يعني ممكن تشوف ده في حاجات تانية، بس انت هنا بتعمل ايه؟ بتعمل اللي هو كلينيكال درموسكوبي لينكينج عشان توصل للفاينل كونكلوجن. اوكي دكتور معايا؟ طيب هل الكونفلوينت اند ريتيكوليتد بابيلوماتوزس تتحط ليه؟ ده واحده من الريجونال درماتوزيز، يعني درماتوزيز في الحته دي، وفي واحده ده في ميل كمان، خلي بالك يعني في الحته دي وفي ميل، ويا سلام لو اوبيز بقى عشان الصوره الاكلينيكيه تبقى باينه. هتحط كلينيكالي بس كونفلوينت اند ريتيكوليتد بابيلوماتوزس. طب لو حطيت الدرموسكوبي وطلع المنظر ده اشيله بالدرموسكوب، مش كده؟ خلاص بالدرموسكوب مش كده. كمان الـ 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 الرغبه في الاتشنج العنيفه دي تطلعه بره درجه، يعني هو بيهرش بس مش قوي، يعني مش للدرجات مايلد اتشنج في الكومبو. الاتشنج هنا عنيف، فبالتالي يبقى اهم. طب الناس اللي بتقول لك لايكن بيجمنتوزس ينفع ولا ما ينفعش لما تحط الدرموسكوب؟ لا ما ينفعش خالص. هو انت شايف بيجمنت ده بالدرموسكوب يا راجل؟ كلها فاسكولار باترن وبيريفوليكولار سكيلز، يبقى يطلع بره، يبقى ده مش لايكن. حكم الباثولوجي بتاع اللايكن انترفيس درماتيتس، وهتلاقي بيجمنتري انكونتيننس، ولازم تلاقي ميلانوفاجس فيه، فلازم تلاقي جريش سبوتس او جريش وايتش او تلاقي جريش بلويش سبوتس عشان تقول ان ده لايكن. يعني لازم تلاقي فيه ايه؟ بيجمنتري بوينت، لازم بيجمنتيشن. مفيش يبقى بره. يبقى الدرموسكوب كتول خلاك تقول ايه اللي ممكن ينفع وايه اللي ممكن ما ينفعش. نعم دكتور، لان الدرموسكوب بيعكس الحقائق الباثولوجية، بيعكس ما هو في الباثولوجي.
طب والله الباثولوجي في السيبوريك درماتيتس بيقول ان النيبنج بتاعت الفوليكولار اوستيا دي بيبقى فيها باراكيراتوزس وممكن الاقي السكيل في الحته دي. طب انا شايفه بعيني اهو بالدرموسكوب ان السكيلز حوالين الفوليكولار اوستيا، يبقى يركب ينفع. طيب انا شايف بلاد فيزلز ده ينفع مع السورايسز، اه يبقى ممكن احطه في الديفرنشال دايجنوزس. ما اقدرش احلف بالله على فكره انها مش سورايسز، ولازم باثولوجي برضه في مرحله معينه يبقى ينفع. لكن ينفع كونفلوينت اند ريتيكوليتد باميلوماتوزس؟ لا. ينفع بتريزس روزيه؟ لا. ينفع نقول اللي هو اللايكن بيجمنتوزس؟ لا. بالدرموسكوب انا بقول لك اهو، يبقى الدرموسكوب قال لي ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. اوكي دكتور. طيب لو يا دكتوره نيروز اعمل لك مسابقه يا دكتور محمد والفايز درموسكوب مهم جدا في كل حاجه. اه والله مهم. بس اعمل لك مسابقه. حاضر. التريتمنت يا دكتوره نيروز، لو انا هقول لك الحاله دي جات لك عيادتك او الاوت بيشنت كلينيك اللي انت شغاله فيها، وهتعالجيها ازاي؟ اول حاجه هنعطيها ايموليانت، هنعطي المين ستي اوف تريتمنت هيكون توبيكال انتي فانجل، ماشي. هنعطي توبيكال ستيرويد توبيكال كالسيمورين هيربيتور، يعني هيكون واحد من التشويسز الاخيرات. يعني انا عايز ار اكس. نيروز ماسكه القلم وروشتة وهتكتب، مش عايزين امكانيات، هتكتبي ايه؟ هنكتب ايموليانت توبيكال انتي فانجل يا دكتور. طيب بصي بقى، لو انا مكانك يا نيروز مش هكتب انتي فانجل بيور في البدايه، اول 10 ايام لازم ادي ميكس ما بين الانتي فانجل والاستيرويد، لان الانفلاميشن عنيف. فبالتالي هدي حاجه زي، مش هقول زي اسامي تجاريه، بس في كريمز بيبقى فيها انتي فانجل وفيها استيرويد، ده لمده اول 10 ايام. وبعد 10 ايام اعمل شيفتنج على بيور انتي فانجل زي ما حضرتك كتبت كده، وبكتب ايموليانت برضو مع الحالة دي. وهل ادي سيستميك انتي فانجل ولا اكتفي بالتوبيكال؟ توبيكال. طب ليه دي مش سيستميك؟ الحقيقة يا دكتور مش عارفة، يعني ليش نعطي. لا بصي بقى، هو السيبوريك درماتيتس ده واحد من الثلاث، من اللي هو الملاسيزيا induced dermatosis، تمام؟ yes. فإحنا هنا يفضل ندي systemic antifungal sensitive to الملاسيزيا، اللي هو اختصار إيه؟ اختصارا يعني ندي إيه antifungal؟ ممكن ندي الفلوكونازول. خلاص، اللي هو الديفلوكان. طيب هندي ليه؟ علشان إحنا شاكين إن في ملاسيزيا فلير أب، فلازم تدي systemic علشان تهدي الفلير بتاع الملاسيزيا، خصوصا انه واخده قطاع عريض من جسم البنت. يعني لو يكون، يعني نحن نعطي سيستميك امتى يعني دكتور؟ لما يكون هي زي الحاله هذه واخد لها 1 year، الحاله دي هديها سيستميك انتي فانك. لو كان الكورس يعني جاي الديوريشن بتاعها يعني جاتني بيشنت مثلا سيبوريك درماتايتس وما كانتش زي الكيس هذه واخد يعني لها 1 year ما نعطيش، يعني فهمت علي دكتور؟ لا، يعني امتى نعطي السيستميك انتي فانجل؟ السيستميك انتي فانجل في السيبوريك درماتيتس لما يبقى فيها سام سورت اوف ديسيمينيشن، يعني مش هيجي حته هنا. ساعات في ناس بيبقى عندهم سيبوريك درماتيتس جاست في الايلا اوف ذا نوز، بس تيجي تدور على الريترو اوريكولار سبيس مفيش، تدور على الاي براوز، السكالب، الاسترنم، الباك، كله فري. فهو هديله ليه سيستميك في الحاله دي؟ هكتفي بالتوبيكال. لكن لما يبقى فيه وايد ديسيمينيشن، يعني موجود في النيزوليبيال وموجود في الاي براوز وموجود في السكالب وموجود في الاسترنم، لا ده لازم ياخد سيستميك انتي فانجل. دكتور، هي الحاله دي كانت موجوده في كل الاماكن دي ولا كانت بس في الباك؟ في الحقيقه الحاله دي، وده حاجه عجيبه شويه، ما كانش موجود غير داندرف في راسها وبس. ما كانش الاي براوز فيها حاجه ولا نيزوليبيال ولا ريترو اوريكولار، لكن كان في داندرف، وكان البيشنت بيريبورت برضو انه في شويه اتشينج في السكالب. طب لو ما فيش داندرف وما فيش اي حاجه غير الليجن موجود في الباك ده، انا يعني اشخصها برضو سيبورايك ولا تبقى بعيده خالص؟ لا، هتداوت الدايجنوز شويه. اه
يعني صعب يعني لأكد لحضرتك إن في ليجن تانية في السكالب أو في أماكن اللي هي لا انا اللي اكد لي الدرموسكوبي، عشان تمام نبقى تمام متفقين، الدرموسكوبي ده بتاع سيبوريك درماتايتس، وان كان مش تمام كونكلوسيف، عشان برضو ما حدش ياخد عليا واحد، مش كونكلوسيف، ما اقدرش احلف بالله، بس هايلي سجستيف، مع تمام وجود سكالب، مع وجود تمام التوقيت اللي احنا فيه اللي هو فترة التحول الربيعي ما بين الشتاء ودخول الربيع، هو ده سيبوريك درماتايتس. اشمعنى جاي في تمام التوقيت؟ بس ما تجيش لوحدها كده من غير سكالب او من غير الاماكن اللي هي السكالب الدياجنوستيك كان فيها. فيه افكشن زي ما قلنا، كان فيه داندرف، وبالتالي حالات السيبوريك درماتيتس بتفاري في السكالب افكشن، ما بين انه يبقى فيه مايلد داندرف اللي هو بتريزس سيمبلكس كابيتاي، وما بين الاكستنسيف بقى سكيلينج واليلوش جريزي انفلاماتوري اللي هو ايوه اللي هو الانفلاماتوري الفول بلون ده. يعني بترينج، وعلى حسب كمان العيان اللي هو الشاور هابتس بتاعته، بيستخدم انهي شامبو، يعني في حواديت. لكن لازم، اعتقد لازم تلاقي برضو داندرف بنسب ما، يعني مستحيل ما تلاقيش في حاله زي دي داندرف، خصوصا لو واحده محجبه وكده يعني، فلازم تلاقي. تمام يا دكتور شكرا دكتور فور هاو لونج نحن حنعطوا السيستميك انتفاجين والله لو هندي حاجة زي الـ لو هندي حاجة زي الـ اللي هو ديفلوكان الفلوكناسول أو ديفلوكان، أنا بديه on weekly basis، يعني مرة كل أسبوع لمدة تتراوح من 3 لـ4 أسابيع، بس لحد ما يحصل clinical remission، وبعدين خلاص. ده ريجيمن. في ريجيمن تاني في السيبوريك، إن أنت ممكن تدي، يعني تدي اللي هو 2 كابسول، يعني 150 و150، one dose و to be repeated after 2 weeks، يعني نفس الريجيمن اللي قريب من البترياز فيرزيكالر. في ناس بتدي الريجيمن ده برضه في السيبوريك درماتايتس. اني هاو، انت هنا بتبدا تشوف الكلينيكال ريميشن، وهو بيبقى الجايد ليك انك توقف السيستميك انتي فانجل. اوكي تمام. شكرا يا دكتور، عرضك رائع يا نيروز للحالة، وأشكرك على العرض الجميل، إن شاء الله تكوني معنا في ال... وفهمناك اهوت يعني. شكرا يا دكتور على الفرصة صراحة. لا لا والله احنا سعداء بمشاركة اخواننا في ليبيا، يعني دي حاجة جميلة، يعني في وحدة عربية اهوت، ولو حتى في التعليم الطبي المستمر، دي حاجة الحمد لله. رائعة وجميلة. على طيب. فكرة يا دكتور أنا يعني ما زلت جونيور لا في شاطرة والله، الجامعة. شاطرة جدا. والله أتريني عمال أقول لك الإريثيما أب إجني تنحتي، عارفة تنحتي؟ أيوه ليه بالمصري؟ تنحتي يعني لا عارفة تنحتي يعني استكيتي بالليبي. أيوه، لكن لا والله شاطرة، وربنا شكرا يوفقك. جزيلا على الفرصة، والله أنا سعيدة بك واستكيت لا يعني تنحت واجد. لا لا لا، اهلا بيك، ده انت شاطره والله، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. الله ماشي يسلمك دكتوره يا نيرو، دكتور، مع السلامة. مع السلامه، ونشوف بقى حاله دكتوره. انا هخلي حاله دكتوره لمياء، يا دكتوره لمياء انت في الاخر، حالتك في الاخر. لا استني استني يا دكتوره لمياء. ماشي دكتور، في الآخر دايما في تيموها ديسك، أنا موافقة. احنا دلوقتي هنشوف دكتور مارينا جورافلوفا. يا دكتور مارينا، هي عاملة very nice case presentation، أنا ما شفتهاش في الحقيقة، هي قالت لي surprise، فخلينا نشوف السربرايز. هلو دكتور مارينا. هلو. Yes. First, before I will share my screen, I want to ask dear colleagues who today was go out of the houses or of the clinics and look at the sky. What did you see today? The sky was beautiful. Okay, did they see something nice there? Moon, clouds, yes, I see the replies. So yes, it was moon under clouds coming. Yes, but it was almost full moon. We have like two days after the full moon. So I will try to share my screen now. Let's say this. And
You see it right? So we will try to see the case related to today night. I want, you know, my dear colleagues, what I want to do. I want just, you know, we are very tired with Dr. Ahmed last days. I want him just to smile. I see his smile. I am happy. So let's try to start our slideshow from beginning. Okay. So this is what we have here. And the name of the lecture is Dermatology Behind the Dracula Story. You see my books here. As a recent purchase I have, it is Dracula by Bram Stoker. Okay, so I was reading the book. It is original book of the author on his own language, in English. And I was wondering, this thing really, I think all of you know what who is Dracula, right? I cannot see the replies. Yes, sure. No, Dr. Ahmed, no, because he named me like this, Dracula woman. okay, so let me see. Chat, because I cannot see chat, unfortunately. Okay, long ear man. No, he has not long ear. Okay, so it is vampire, right? And I want to see, is it really any disease under this stories? Is it something which, because the stories cannot be created on the basis of imagination. For sure, this imagination comes from somewhere. So let's try to see, did we have, okay. The first thing about vampire was written by this author, Bram Stoker, in 1897. And he launched the entire genre of literature and films about the vampires, and there's a lot of supernatural powers and things. So this creatures was very ugly in appearance, sometimes was beautiful. It is very mixed, but they have features which come from story to story. So let's see how it begins. Our patient zero is the Count Dracula himself. They have a special appearance, as you, some of you say, it is long ears. Long ears represent his specificity, little bit look like a bat, this flying mouses. They have this type of ears. They are pale in color, so they are like, have anemic patients, shwaya. Okay, they are deterred by the garlic. And they need blood to survive, and they are biting the human. So we see, let's break it down medically. This one is very nice. I love this movie. This is Count Dracula himself, and one of the first movies made by Hollywood is very, very nice generally. Okay, so the symptoms, photosensitivity. The symptoms I have in my own life, I don't like light. Not I don't like, I like the sun and light, but it's hurt my eyes, so I cannot look at it. I do prefer to stay in dark. Thirsty for blood, there is a lot of people who try blood. You know, I think this is not for Muslim people, but in my country, we have special food even prepared from the blood. So we are generally eating it, it's okay. Garlic intolerance, okay, Dr. Ahmed, stop smiling. smile, it is fun. Okay, garlic intolerance, some of people have sometimes also. I know Dr. Ahmed don't like garlic even by the smell. And hydrophobia for this, you know, if you know the stories about Dracula, they say that the vampire cannot cross running water. Okay, so by this is the main symptoms which come from story to story. So we will try to see what it can represent. The transmission of the disease go via bite through the blood. So the vampire supposed to bite his victim and after a while and take his blood. So there is two possible consequences. Either he will take all blood and the victim will just die, or he will just drink some and make from this normal person another vampire creature. Mm. Okay, is there is anything good in this disease? Ah, this is potential immortality. It's a dream of dreams for some people. Because if you don't will make a special
killing things for the vampire, okay, halas, he will supposed to live forever until somebody will kill him by a special mechanism. So differential. Okay, I started. so I want from you, is you have any differential for such disease? Porfiria cutanea tarda? Otman, syndrome subtypes, uh-huh. What else? Porfiria. What else? If it is, yeah, if it is not porfiria, what else can represent such things? Rabies. Okay, this is very good. This is represent the biting and the hydrophobia. Xerosis pigmentosa. Okay, yes, some diseases have just one point of our things. Okay, something else? Much. Okay, until you will write the things, okay, let me show the differential we have. So it is for sure porphyria, it is syphilis, it is rabies, it is lepra, and it is tuberculosis. What is the surprise? Let's see. The leprosy, this is a special type of appearance, sometimes the problem with the teeth. What else nice in leprosy? As we have seen, vampires like potentially immortal creatures, so they're supposed to look younger when they are in old ages. So this thing the lepra can give us for first, before all this lepromatous changes started in the skin, the people with the lepra, they look younger. This is because it's acts somehow like a Botox. They denervate the muscles of the face. So the facial features in beginning, they are look better and more younger than their ages. Syphilis. Advanced tertiary syphilis look terrible. All the things with the this terrible type of nose and look like the butt and things like this. And Hutchinson's sign, this teeth, which is look like, as you see, triangular teeth. But this is more, this pathognomic simple symptom of the congenital syphilis. Okay. What else? Ah, TB. As you see, there is was Rhode Island in America. So it was their the story. One woman was living there, and she died after her, and it was due to tuberculosis. So there was not nice conditions in that time. So a lot of people become sick and die from tuberculosis, from TB. So she was died first, and then another a part of her family dies, and they try to investigate and see, and they make a lunch all from their graves, lunch all bodies, and they find, but because she was like some of recent person who died, she was look better than all. So they blame her that she is a vampire who come and take the blood from other people, because tuberculosis is a disease on which you will have the pale skin and this tiredness, like the victims of vampire describe it in the books. And rabies, okay, sure, it is hydrophobia, it is biting, okay, so they want to bite somebody. Rabies is heart disease. It's not all people who was bited by the infected animal will get the disease, but 100% who get disease will die, okay? There is no cure for this virus yet, yani, until now. But if you will be treated with the special type of vaccination after the bitings, halas, if you will not get the symptoms of disease, you will stay alive, it's not a problem. And filaher porphyria for sure. So we have bingo, 4 from 4. Everything you see in this vampire creatures, you will see in porphyria. And about garlic, what is wrong with it? So the garlic have special chemicals which exacerbate the disease. So basically, even if the vampires was not not true, so the people who have this sickness and untreated diseases in the ancient time for sure don't want to eat garlic or even smell or even see, because they know that disease will be exacerbated. And
The symptoms of disease is a little bit hard. So our choice is porphyria. Let's see, what is the porphyria? We have, the porphyria can be acquired or congenital. Mainly it is a genetic disease, but there is some acquired types of porphyria. It is only 8 types of porphyria according to the stages of hemosynthesis. Hemosynthesis get staging by every stage, every step is potentiated by his own enzyme. So if you have deficiency in this enzyme, it will get you the type of porphyria. So we can see now the hemosynthesis. As you see, everything come by the order from succinyl coenzyme R and glycine by the special enzymes, and you see by the blue I highlighted the type of porphyria which will be get according to the deficiency of the enzyme written from the left side on it. And what will happen to this game after it's finished, after the hemosynthesize it? He can be converted by the hemoxygenase to bilirubin and bilirubin, to cytochrome P450 in liver, and to hemoglobin to the bone marrow. So this is our hem synthesized. From this thing, we will know what we will need to do in a treatment of this poor patient. What about the, go back. What about the exposure to light, porphyrins, which will be, if any of this pathway which we just saw, will be damaged by the insufficiency of enzymes, the previous porphyrins, which was already synthesized and cycled, will be increased and accumulated. And they will destroy surrounding tissue because under the quantum of light, so under the light exposure, they will turn to caustic materials and they will destroy the things. That's why we will have mainly it's situated in the skin. So we will see this skin lesions. Put to medical use, the porphyrin is not something very bad. The drug containing porphyrin can attack tumors. So this is some type of new treatment of the tumors. And mostly natural porphyrin, if you see it in the patient urine, for example, this is a common distinguishing point. The patient with the porphyria have a different color of urine. It's not yellow, it is from amber to brown or even black, according to the stage of the disease and amount of the porphyrin accumulated in the urine. So the medical porphyrin, they are green in color because they are chemically modified to absorb special wavelengths, because you cannot put light inside the body, but you can engage the porphyrin, but then you can make any type of the energy-based device changes to this to get them to change to the caustic material and delete tumor from its inside. Okay, this is something strange, not related to us, related to oncology. This is again the same cycle, but now you can see to where each of the porphyrins will go, to urine, to feces, to any other type, to erythrocytes, and things like this. And when it will be done in mitochondria or in cytosol of the cells. And the principal types of porphyria. As you see, there is some types. It is acute intermittent porphyria, porphyria cutanea tarda, and protoporphyria, which is mainly different from each other. Okay, so the tissue site when there is problem occur, it's liver for the first two and the bone marrow for protoporphyria. Manifestations will be different. The mainly manifestations we can say for the acute porphyria, which is they will be something the most prominent. It is the acute abdominal pain.
Then sometimes nausea, seizures, tachycardia, and things, but mostly they are acute attacks of severe abdominal pain. Porphyria cutanea tarda, for sure, this is the skin lesions, which is bullous, scars, blisters, and sometimes erosions on the sun-exposed areas. And protoporphyria is itching after sun exposure, thickening of perioral skin, and knuckles with repeated exposure. Okay, age of onset, it's more for porphyria cutanea tarda, it's more more elder people, Jan, is 40 years and more, and predominance in male, which is better for us. As you see, the Dracula choice was porphyria cutanea tarda on his picture. Color of urine for acute intermittent porphyria, normal or dark amber. For porphyria cutanea tarda, brown or reddish brown. And for protoporphyria, is normal. You know, is more earlier will be defect. Is harder will be type of porphyria. And skin lesions, usually you have mainly on porphyria cutanea tarda. For protoporphyria, you will have light things. It's not bullous, it's not erosions, and not like this. Then slight injuries like erythema and mild edema. And there is nothing in skin for the acute intermittent porphyria. So symptoms, we have divided already for two types, so we will just repeat that cutaneous porphyrias have itching, blisters, skin swelling, and redness when exposed to sunlight, and characteristically urine have darker colors. And the acute forms have abdomen pain, chest, limbs, and back pain, numbness, any parasensation, cramping, vomiting, and anything mostly related to the gastrointestinal tract, the symptoms, and the symptoms can vary to a large degree. There is people who don't feel almost anything from the people who are gonna die from this disease. Porphyria can be exacerbated by some factors. It is some type of drugs like barbiturates, tranquilizers, birth control pills, sedatives, some chemicals, fasting. So if somebody come to you in Ramadan, take care, keep in mind that fasting can exacerbate the disease. Smoking, drinking alcohol, which is not for us, alhamdulillah. Infections like hepatitis C. The people with the hepatitis C with the heart viremia, they are potentially may present, even they can get acquired porphyria because of this stage. Having excessive iron in body. Emotional and physical stress, menstrual hormones, and being exposed to sun. Okay, so if you sure, if you have porphyria cutanea tarda, for sure exposed to sun will make you suffer. So we can see the case now. This is a case of 40 years old woman. She is a nurse. She comes with this presentation. She has on her hands this lesions. It is bulla. Some erosions, some old lesions, which you can see, some pigmentation, some redness, some swelling. Okay, the physical and the examination otherwise was unremarkable, nothing else except this. And she was prescribed topical steroids and sitting, wearing latex gloves in her occupation as she is a nurse. But none of these measures resulted in the resolution of lesions. So the doctor tried to find what going on. And what is going on? Laboratory studies, as you can see. Subsequent testing detected with this woman hepatitis C infection with a high serum viral titer. So she was diagnosed of porphyria cutanea tarda and confirmed by elevated urine porphyrins. Skin lesions resolved after phlebotomy and therapy of hepatitis C virus with interferon and ribavirin. So it is acquired type, as I mentioned it before, this is acquired type of porphyria cutanea tarda due to a HCV infection, okay? And for this type, the porphyria cutanea tarda is considering that to be a rare disease. For example, for each 1 million people in the world, every year,
the diagnosis get only 40%. So it's unlikely you will meet Dracula in your life, but it's really possible. Lab test. So what we can do? Neurologic porphyria. If you suspect neurologic porphyria, the lab test should be taken during acute attack. If you don't take the test during acute attack, halas, you will not find anything. The things will be normal. So what you will see? You will see the urine test for porphobilinogen, and it is precursor and it's primary test. So if it is any abnormalities, you can check for another porphyrins to see where is the problem. You can use test detecting porphyrins in stool to distinguish between variegated porphyria and other types. Aminolevulinic acid porphyria may be ordered along with any aminolevulinic acid itself, yani, may be ordered along with the first porphobilinogen test just to see if it is really neurologic porphyria, okay? And for the cutaneous porphyria, you can see, you use urine porphyrin test to see if it is blister scarring and pigmentations in sun exposed areas and you suspect porphyria cutanea tarda. If it is erythropoietic porphyria, you can use the test for porphyrins to distinguish them between each other. And blood and urine test for porphyrins, abnormal and congenital erythropoietic porphyria. So when you order the test, according to their data, you will see, you can distinguish the porphyria between each other, between the type. Enzyme testing, you can try to test enzymes, which I don't think available in Egypt. You see the enzyme activity and see the one which will be inactive. In this point, you will have a problem. And as we know, each one will represent every type of porphyria, a specific type. And genetic testing. Okay, genetic testing, it's not widely available even in the world, but if you need to see, and if you have family members who is suspicious for porphyria, you can try to make genetic test. So this is a reference value if you want to see it. Reference value for the different types of porphyria. This is from the picture, you can see the normal urine from the right and the urine with the porphyrins from the left, this reddish color. What else we have? Examination by Wood's lamp. This is Dr. Ahmed's favorite stuff. Can reveal if you will examine urine by the Wood's light, you can find fluorescence coral pink. The same coral pink you will find in the special bacterium, which we was talking about in the previous webinar. I remember Dr. Ahmed say it is. And it is done due to excessive porphyrin. So this bacteria, this corynebacteria and things like this, so they are also produce the porphyrin. That's why the fluorescence is the coral pink, okay? A skin biopsy can be helpful to distinguish porphyria cutanea tarda from other blistering conditions. So if you are mix your diagnosis between blistering disorder or some vesiculobulus and porphyria cutanea tarda, unless you take the biopsy and see what will happen. So diagnosis pathway, let me make it out these pictures to see. You can see if you suspect cutaneous porphyria, because we are mainly talking about cutaneous porphyria, it's more near to our general topic and it's more near to dermatology, Aslan. So you see the aid of if it is abdominal pain or peripheral neuropathy or psychiatric symptoms, to distinguish between psychiatric porphyrias and cutaneous forms. So at the age of onset, you see the measure of the urine and stool and things like this. So finally, you will get to the diagnosis accordingly. Okay, so you can make just screenshot for yourself. This is useful table. Treatment. Okay, what about this? Silver bullets and aspen sticks. I think it's pretty good looking. But come on, we are in 21st century. Suppose we will have something better than this. And this is moon of today, ala fikra. I just recorded in our clinic in Cairo. So what we can do for these poor people to treat them?
First of all, if it is anything related to hepatitis C virus, we need to treat underlying cause, so we will treat the hepatitis C. Reducing alcohol consumption or any estrogen or hormonal treatment, avoiding excessive iron intake, because excessive iron intake, some people sometimes, you know, the people come to you, you see, ah, you are anemic, okay, you give them iron, or if he's not anemic, okay, give them iron, just not to bother me with his hair falling all the time, okay? Don't do it, because excessive iron intake may lead to the acquired porphyria. Clothing, when outdoors, they should use cover clothing, long sleeves, gloves, hat, everything to just not exposure to the head. Sun protection, they should use only physical sunscreens, because chemical sunscreens will not help in this condition. So it is zinc oxide and titanium dioxide. Fake tan can provide some protection, but better to use normal sunscreens. And surprisingly, what we're still treating this disease by the blood, but not by the blood intake, by the blood outtake. Venesection and taking off nearly 500 milliliter every 2-4 weeks of the blood will lead to them lessening of the symptoms. Why? Because you will take off the blood, and excess of iron and hem and all this producing perforins will go to produce new hemoglobin. Okay, so you will lessen the symptoms, you will take off the accumulated substances from the skin and from the other things. If the patient don't want and he thinks that you are ancient vampire dealer who want to kill him, and he don't want or cannot withstand venesection, you can use antimalarial in the low dose, okay? Methadone hydroxychloroquine 100 milligram twice weekly. Given, it will get the porphyrins out of body more easily. It will not treat for sure, but it will help lessen the symptoms. Interestingly, we have something that if you are intaking blood, the game is enough hard to survive the digestion. So potentially, in the ancient time, if somebody was drinking blood, he can help himself to withstand this disease. So this story is not real imagination of authors. It was something like this, and it was really of help. And thank you for your attention. Okay, thank you, Dr. Marina, for the nice presentation. It is very nice and creative indeed. You make a spotlight on important dermatoses, which is all the time forgotten one. Even most of our doctors not minded by porphyria. He didn't put even in differential diagnosis. Very, very, very nice, creative one. If I know that you will give us such lecture, I will make it alone. Yani for the scientific weekly alone, we will not speak because it's condensed and needs its time. This lecture needs a time. That's thank right. you very much for the very, very nice presentation. I think everybody will not forget porphyria. I hope, especially with this face at night. And I think nobody will sleep this night. I'm so tired. I will not sleep. Okay. This is Dracula, Annie. Okay, thank you for the opportunity. Thanks for the nice lecture. Okay, we will have the final clinical case for today with Dr. Lamia Kamal. Dr. Lamia, you can start because most of our people want to sleep. Okay, بس استأذن بس دكتورة ماريانا تكنسل السكين شير. Yeah, cancel. Stop share. Okay, I cancel. Thank you. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. Our case, male patient, 12 years old, complains of those asymptomatic lesions for 4 years duration. أنا عارفة إن الصور ممكن ما تكونش واضحة قوي بس لو ركزنا. We have another photo. So how can we describe the lesion now? يعني لو دققنا شوية أنا برضو هكبر الصورة. We have a lot of scattered papules. Small and firm, skin colored, different in size. Clinically, there are scales which are detected by gentle scrubbing. On this photo, we can notice patches or macules of hypopigmentation. So our differential diagnosis clinically was papular pityriasis rosea, lichenoid drug eruption, pityriasis lichenoid chronica, lymphomatoid papulosis, and guttate psoriasis. Then we started to call our diagnostic golden tool dermoscopy, but the mother of the boy surprised us with a histopathological report. الأم قالت في الهيستوري بتاع البيشنت أو بتاع الولد دوت إن كان في بايوبسي taken before for the boy, and when we saw biopsy, it was consistent with MF. By dermoscopy, احنا هنا معانا الصورة اللي هي اللي على الشمال. We can notice brownish area. We can't notice any blood vessel pattern. We have a scale. الصورة الثانية بالدرموسكوبي closer view we can also notice brownish areas. There are areas of focal hypopigmentation, and on the periphery there are scales also. الحقيقة الدرموسكوبي كان consistent مع ال PLC أكتر. أنا حتى صورة بتاعت المايكا سكيلز which is a stone. Its particles arranged as layers. ودي بنشبه بيها السكيلز بتاعت البيترياسيس لايكينويد كرونيكا because the it's adherent scale and by gentle scrubbing it can be removed as a single unit. اعتقد في الصوره اللي هي بتاعت الكلوزر فيو بتاعت الديرموسكوب مش عارفه لو انا صح او غلط ممكن دكتور احمد يصحح لي الوايتش سكيلز اللي احنا شايفينها على البريفري دي ديت البدايات بتاعت السكيل وبعدين لو عملنا سكرابنج هتطلع معانا السكيل كلها يعني اعتقد السنتر بتاعها لان هو ادرنت فيري ادرنت فاحنا مش قادرين نشوف السكيل قادرين بس نشوف الوايتش سكيل اون ذا بريفري. أنا أعتقد الصورة اللي على الشمال يا دكتورة لمية ممكن تجيبيها كده الصورة اللي على الشمال. المايكا سكيل يا جماعة يعني سكيل لازقة من النص شوية بالليجن كده زي الموبايل بتاعي كده. وإن البيشنت بيبقى قادر إن هو يعمل لها سكرابينج بالضافر بتاعه as one unit بتطلع as one unit فهي دي المايكا سكيل. مايكا سكيل يبقى هو just one large scale واتاتشد تو ذا ليجن ان فروم ذا سنتر يعني تحس ان هي من هنا ومن هنا ايه سهل ان هي تخرج يعني الصوره اللي على الشمال دي موضحه جدا هذا الامر. متفقه معايا يا دكتوره لميه؟
تمام يا دكتور. انا بس بوضح، انا حبيت فعلا الصوره اللي على الشمال تقريبا باين المايكا سكيل كلها، لكن الصوره اللي على اليمين حبيت اقول انه الناس ممكن تكون شايفه فاين سكيلينج اون ذا بريفري اوف ذا بابيول. لا لا لا، برافو عليك، هي مش فاين سكيلينج ولا حاجه، ده هي بارتس من من السكيل الكبير، ولان هي very adherent to the center of the lesion so we can see the rest of the scale but by gentle scrubbing we can remove it as a single unit. تمام. So our dermoscopy was consistent more with PLC, the triatus lichenoid chronica. But Dr. Ahmed insisted to take another biopsy for the patient and we will say later on why. الحقيقة حضرتك قلت لي هبعت لك الصورة بتاعت الدرماتوباثولوجي، لكن الحقيقة الباثولوجي معايا فعلا، لكن أنا والله صدقا ما لحقتش، ما كانش في وقت عندي وقت خارق وابعتها لك، لكن إن شاء الله ممكن ابعتها لك وتبقي تفكرينا بالحالة دي بعدين، لأن الحالة دي في غاية الأهمية، عشان كده أرجعتك للآخر يعني مسك الختام هتبقى دي. تمام يا دكتور. الباثولوجي دكتور أحمد قالنا أنه هو كان completely consistent with PLC confirmed the dermoscopic diagnosis. نقدر نقول أنه كان في white parakeratosis، كان في acanthosis، كان في vacular degeneration، mild vacular degeneration، كان في كمان lymphocytic infiltrate and يعني ده تقريبا الـ general criteria of histopathology of PLC. حبيت أدي الناس فكرة عنه. So our final diagnosis was PLC, pityriasis lichenoid chronic. طيب البيشنت كان معاها histopathological report بيقول إن الولد دوت diagnosed as MF، ودكتور أحمد قال لي إن هو يعني الريبورت كان حد من الأساتذة المحترمين يعني should be considered. لكن رغم كده دكتور أحمد consisted إنه ياخد another biopsy for the patient. ليه؟ لأنه الحقيقة في debate، wide debate about the relationship of pityriasis lichenoids and MF. انا بس قبل ما اتكلم عن الدي بي ده، واعتقد ان ده الموست امبورتنت بوينت that دكتور احمد wanted to concentrate on it، لان الدرموسكوبي يعني ما اقدرش اقول عليه ان هو كان typical. فانا الحقيقه جبت التو درموسكوبيك بيكتشرز من الكتاب ده اللي انا حاطه صورته، والحقيقه هو من الكتب الهائله جدا. Because I am beginner in dermoscopy, so I advise all my colleagues who want to learn dermoscopy from the beginning. It's simple and conclusive. الحقيقة علشان كده حبيت أنزل صورته لو أي حد يحب يستعين بي. الحقيقة هو كان جايب الدرموسكوبي of PLC مقسمها ل جايب صورتين، صورة في light skin وصورة تانية في dark skin. لو بصينا في الصورة بتاعت light skin اللي هي على الشمال، هنلاقي ان في yellowish orange area في background، هلاقي عليها scales، لكن هنا الحقيقة blood vessel pattern obvious وclear. هلاقي كده في الجنب حتى هو عامل close up view عليها، اللي فوق ده كده لو ركزت هلاقي في linear irregular blood vessel pattern. والصوره اللي هي تحت الكلوز اب فيو اللي تحت دوت بيقول لي ان في focal dotted vessels. الحقيقه في الدرموسكوبيك كرايتيريا اللي هو كان قايلها، كان قايل انه اهم حاجه ان انا الاقي blood vessels non dotted vessels، يعني الاقيها بقى اي pattern تاني، الاقيها globular، الاقيها linear irregular، الاقيها peripheral، الاقيها focal dotted vessels، لكن اهم حاجه ان انا ما الاقيهاش dotted homogeneous vessels زي اللي شفناها الاسبوع اللي فات في حاله السورايسيس. كمان كان بيقول ان في اللونج ستاندنج بي
PLC ممكن أشوف areas of focal hypopigmentation. إحنا كلنا عارفين إن ال PLC الهيلينج بتاعها إما يبقى بhyperpigmentation أو hypopigmentation. لوجيك جدا إن أنا ألاقي hypopigmentation، فكمان الفوكال hypopigmentation اللي كان في الصورة اللي كان واخدها دكتور أحمد بتقولنا إن يعني كانت ماشية أكتر مع ال PLC علشان الهيلينج بتاعها بيبقى بhypopigmented patches. الصورة اللي على اليمين اللي هي في الدارك سكين الحقيقة ده المايكاسكيز واضحة فيها جدا جدا، تمام كده. يبقى دي الديرموسكوبيك كريتيريا اوف بي ال سي. نيجي بقى نتكلم على البي ال سي فيرسس ام اف. الحقيقة لما دورت في الليتريتشر لقيت انه في يعني كلام كتير جدا 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 عن الريليشن شيب بين بي ال سي اند ام اف. في بيبر هنا انا حبيت انزل العنوان بتاع البيبر. البيبر دي بتقول ان الام اف از ا ريزلت اوف اتس هيتيروجينيسيتي and wide variation of clinical heterogeneity and its relative rarity. MF can be mistaken أو often كمان مش بس can be often mistaken for more common benign lymphoproliferative disorders. الحقيقة من الـ etiological theories بتاعة الـ PLC إن هي has association with أو خلينا نقول إن هي benign lymphoproliferative disorders. PLC من الحاجات اللي كان حد من الدكاترة المحترمين بيقول إحنا مش عارفين نحطها فين، إحنا مش عارفين نحطها في البابيلو سكويمس عشان في scales وبابيولز، ولا نحطها في الفاسكولايتس لأن في من الثيروس بيقول إن في فاسكولايتس خاصة في البليفة بيبقى في hemorrhagic vesicles، ولا نحطها في الليمفو بروليفراتيف ديس اوردرز لان بيبقى في الباثولوجي بتاعها تي سيل بروليفريشن. فالحته دي تفكرنا بانه ان هي ممكن تبقى من الباثوجينيسيس بتاعها ان ده اميونولوجيكال ريسبونس وبيبقى فيه كلونال تي سيل ليمفو بروليفريشن. علشان كده البيبر دي بتقول ان الـ MF can be mistaken by benign lymphoproliferative disorders زي الـ PLC. في بيبر تانية بتقول انه الحقيقة البيبر اللي احنا منزلينها ديت كانت بقى بتقول another concept، بتقول ان في concomitant presence of pitriasis like kinoids and MF in three cases from 46 cases included in that study واللي كانوا بيمثلوا تقريبا 6.5%. so يعني accepted ان احنا نقول ان ممكن يبقى في coexistence between PLC and MF. البيبر اللي هي على الشمال المعروضة دي بتقول لنا ان في MF variant بيبقى بيترياسيس لايكينويدز لايك، وده طبعا بيعمل لنا كلينيكال اند هيستولوجيكال خلينا نقول اوفرلاب بين ام اف اند بي ال سي، وقال كمان انه كان في جود ريسبونس تو فوتوثيرابي. كان في الحقيقه بيبر تانية بتقول ان وي كان سمرايز ذا ريليشن شيب بين بي ال سي اند ام اف از one of three possibilities. First, PLC with dominant C with dominant T cell clone. Second, PLC can progress to MF, especially long-standing PLC. زي الكيس اللي معانا الولد كان بقاله تقريبا 4 سنين بيشتكي. وفي pitriasis lichenoid-like MF variant. ده كمان زي ما قلنا ممكن يخلي الدنيا داخله ببعضها شوية، و يعني الدياجنوزيس especially زي ما دكتور أحمد قال لي لو إحنا بنعمل دياجنوزيس بس بهيماتوكسلين ويوسين without immunohistochemical markers الموضوع الحقيقة هيبقى صعب جدا إن أنا أفرق، لأنه تقريبا كده الفرق الوحيد بينهم الاتيبيا of T cells
يعني انا لما قريت الاتي بي اوف تي سيلز في بعض الاحيان ممكن تبقى الفرق الوحيد, وده يعني ممكن قوي ما لاحظوش او ما خدش بالي منه. So our message, long-standing cases of PLC should undergo regular follow-up and repeated biopsies, and papular and hypopigmented MF variants should be considered in differential diagnosis in those cases of long-standing PLC. والله عرض رائع جدا يا لمياء, انا بشكرك عليه, عرض رائع رائع, وامتعتينا بالبيبرز اللي جبتها لنا دي. لكن في الحقيقه انا حابب اقول ان هي خناقه كبيره, خناقه كبيره, ولسه ما حدش عارف حتى الان القصه بتمشي ازاي. انا هقول لكم على خبرتي المحدوده جدا في القصه دي. الحاله دي في ناس بتستسهل وتقول ما هو التشخيصين ممكن يجوا مع بعض. في الحقيقة احنا انا دي يمكن حالة رقم 5 أو 6 في حياتي اللي اشوفها بالمنظر ده, نشخصها في البداية MF وتتشخص بالباثولوجي MF, وبعد فترة نلاقي BLC lesions موجودة ونبدأ ناخد منها بايوبسي ونبدأ نكونفيرم, يعني نفس السيناريو اللي احنا فيه النهاردة ان دي حالة BLC. وشوفنا السيناريو المعكوس, يعني أنا شفت السيناريو المعكوس إن هي تبقى حالة BLC وبعد فترة ناخد أنظر بايوبسي نلاقيها MF. فبالتالي هي الحدوتة دي أنا شايف إن صعب الحكم عليها جدا لكذا سبب. أول حاجة إحنا بنعتمد على الـ H&E في معظم شغلنا, شغل الماركرز بيبقى قليل, وكمان علشان أعمل full markers أعمل CD4 وCD7 وCD8 الموضوع ده بيكون مكلف جدا, وفي حالات كتير بنعتمد على الكلينيكال أو الكلينيكو باثولوجيكال كوريليشن المكتفي بده. تاني مشكلة أنت تاخد الليجن منين أو تاخد البايوبسي منين يا لمي؟ يعني الولد ده لما جالي كان البرزنتيشن بتاعه هايبو بيجمنتد ماكيولز موجودة فين؟ مينلي في الثايز, مينلي في الباتوكس وفي اللور باك, وبيوريني الأجزاء دي كلها لو نعرض صورة الكلينيكال. وبعدين أنا أصريت قلت له حضرتك هتقلع, وطبعا الولد ده كان ولد جميل وشاب ظريف اسمه عمر 13 سنة. اقلع أنا أشوف كل حتة في جسمه. فبدأت أفاجأ بالبراونش بابيولز الموجودة شوية سكاترد وشوية سكين كالرد كده موجودة في الترنك وموجودة في الأبر لمس. ولما بدأت أحط الدرموسكوبي وشفت الكونفيجوريشن بتاع السكيل جي في بالي على طول BLC. يعني الدرموسكوب هنا كتول مش لازم, يعني الصورة اللي انت جايبها طبعا كتاب الأطلس ده رائع, بس الفكرة ان هو بيدايفيرت الثينكينج بتاعك انت ماشي كده ولا كده. فحتة ان سكيل واحدة بالمنظر ده وفي بابيولز سكاترد وبراونش, طب واي نوت ما تبقاش BLC؟ واحنا عارفين كلنا ان BLC لما بيهيل بيسيب هايبو بيجمنتيشن خصوصا في التاند سكين بيبل. فخدنا الباثولوجي بالضبط البانش على قد البابيول وقطعناها, لقيناها تيبيكال BLC بالباثولوجي اللي هو الويدج شيبد ليمفوسيتك انفلتريشن في الدرمس والالترنيتنج باراكيراتوزيس الموجود والاكسترافازيتد ار بي سيز والايفيدنس اوف ليمفوسيتك فاسكولايتس, كل ده موجود في الباثولوجي. فبالتالي الحاله هنا بقت BLC. احنا فعلا في ازمه كبيره. حتى انا الحاله دي استشرت فيها استاذي الاستاذ الدكتور العالم الجليل الاستاذ الدكتور حسين حسب النبي. قلت له يا استاذ ده هنعمل ايه؟ يعني احنا في ريبورت وباثولوجيكال ايفيدنس انها MF. انت معايا يا لميا؟ مع حضرتك يا دكتور. وعملنا باثولوجي الجديد طلع BLC. طب نعمل ايه؟ قال لي ولا حاجه, عين البلوك معاك. شوف الكلام, قال لي عين البلوك معاك, والحاله دي ان ربنا ادانا العمر وعشنا مع الولد انه بعد 4 سنين كمان لازم نعمله ريجولر فولو اب ونشوف الحاله دي هتخلص على ايه. هل BLC والMF يكو اكزيست توجذر ولا في حاجه جابت حاجه؟ طب والحاجات دي كلها تنتهي بايه في الاخر؟ دي معضله. القصه دي بنلاقيها في الاطفال اكتر, في البيدياتريك
population. وفي الحقيقة احنا كنا كان عندنا سيمينار قريب في بيدياتريك درماتولوجي وتطرقنا لموضوع الهايبوبيجمنتد ام اف، وفي ناس بدأت تشكك في الترم ده، يعني في ناس بدأت تشكك في مدى وجوده ومدى وجوده كانتيتي. حتى كمان الجماعة الدرماتو باثولوجيست بيقول لك ما هو انا ما عنديش كلير كات في الباثولوجي ما بين البتريزيس البا قوي وما بين الام اف احيانا بالاتش اند اي، واحيانا بيحصل اوفرلاب، والاتيبيكاليتي زي ما انت قلتي يا لميا بتاعت الام اف ما بيعتمدش عليها قوي في الباثولوجي، يعني مش هو الحاجه اللي هي تبقى واضحه قوي، خصوصا ان احنا كمان هنا بنعاني مع التكنيشنز وبنعاني في التقطيع، ودايما الفيلد بيبقى معكر كده وما احناش شايفين وفي ارتفاكت كتير. فبالتالي احنا عندنا اشكاليات في الحواديت دي، والى ان يظهر ماركر، وده كان كلام، يعني الكلام ده انا بقوله بقى نقلا عن استاذي الاستاذ دكتور حسين حسب النبي، اوضح واجل في تحديد الام اف، جايز الماركرز دي تحضر يعني نكتشفها بعدين بعد سنه سنتين ثلاثه، يبقى معانا البلوكات ونرجع نقطع منها شرايح ونعمل الماركر الجديد ده ونشوف الحالات دي كانت ايه، هل هي بي ال سي ولا ام اف ولا الاثنين. التيك هوم مسج في الحاله المكلكعه دي انك تفحص العين كويس، يعني اول حاجه ما تعتمدش على الحاجه الواضحه جدا في جسمه، وما تعتمدش على الحاجه اللي هو جاي لك بيها قوي، يعني هم جايين مايندد ان دي حاله ام اف، وام الطفل كانوا فعلا يعني كانت ست مثقفه جدا ومايندد ان ام اف ومعاها باثولوجي ريبورت، حتى العين دلوقتي بيدخل على جوجل ويكتب الميكوزس فانجويدس ويقرا ويتثقف، فبالتالي هم جايين مايندد بده، انت اقلع اقلع اقلع. فانا يعني انا وهي اتفاجئنا بالبابيولز دي، بقولها البابيولز دي بقالها قد ايه، بتقول انا ما شفتهاش او بدات اخد بالي منها قريب. فبناء عليه احنا التيك هوم مسج قلع العيان وشوفه كويس. تاني حاجه التيك هوم مسج، حالات بي ال سي وام اف الاثنين مع بعض، يا ما شفنا alternation بينهم، يبقى الحالة MF وطول عمرنا بنعالجها MF وندخله فوتوثيرابي و و و وبعدين نكتشف ان هي PLC بعد كده، نفس typical الحالة دي، يعني السيناريو ده عدى عليا بتاع 5-6 مرات في حياتي. طيب الحالات دي بتنتهي ازاي؟ ما نعرفش، ما انا ما تابعتش الحالات القديمة قوي. يمكن في حالة من ضمن الخمس ست حالات دول انا فاكر الولد في سن معين كل حاجة اتلغت. الولد اللي قدام حضراتكم ده تاني طفل اشوفه بهايبو بيجمنتد ام اف، الطفل الاولاني خف، يعني الطفل الاولاني لما بلغ بقى 18 سنه و19 سنه من المتابعه، وطبعا دخلنا نروباند واخد فوتوثيرابي فترات طويله، بعدين مفيش كأن شيء. هو عذرا يا دكتور بس لمقاطعة حضرتك، ده بقى كان سؤالي، هل هم معاهم الريبورت بتاع الام اف من فترة طويلة واخدوا فعلا كورس اوف تريتمنت للام اف؟ الريبورت كان من 4 سنوات واخدوا كورسز انتربتد كورسز اوف ناروباند ثيرابي، مش البوفا، اخدوا ناروباند بس وانتربتد كورسز شوية في الزقازيق وشوية في كبر القبة وكده، وأخيرا أخذنا الباثولوجي الجديد اللي هو البي ال سي. فإذا إحنا قدام معضلة كبيرة في أوفرلاب، هل في سبيكترم هيظهر بعد كده إنه البي ال سي والإم إف دول بالذات الهايبو بيجمنتد إم إف إن هما وان إنتيتي؟ والله أنا شخصيا بأميل إلى هذا الترجيح. Yes, benign and malignant ends. بالضبط، يعني إن هما poles زي pole، وإن البيشنت بيتحرك من البول ده للبول ده زي البول بالضبط بتاع المايكوباكتيريوم ليبرا أو الليبروسي اللي هو تيبركولايد وليبروتيك ليبروسي وبوردر لاين، وبيتحرك وطالع نازل. يعني أنا أعتقد ده my belief يعني، لكن طبعا ده كلامي أنا ما أنا يعني ما أعرفش، يعني ما سيسفر عنه المستقبل، هي خناقة كبيرة، محدش عنده conclusion للحدوتة دي. حبيت أشارككم الكيس دي، وطبعا دكتور لميا أنا بشكرك على مجهودك في العرض وفي البحث وفي البيبرز اللي أتحفتينا بيها دي.
بشكرك جدا ما شاء الله، عرضك رائع جدا ان شاء الله. انت شكلك مكمله معانا في عرض الحالات، انت ودكتوره امل ما شاء الله عليكم النهارده حالات رائعه. دكتوره نيروز خلاص دخلت معانا. بشكر دكتوره مارينا جورافلوفا على العرض الاكثر من رائع اللي قعدنا كلنا نتفرج على الفيلم دراكولا اللي عرضته يعني، بشكرها شكرا جزيلا. إن شاء الله نحاول نرفع المحاضرة دي على اليوتيوب لأنه فيها كم معلومات ودسامة غير عادية. المشكلة عندي في الوقت والله، يعني دعولي كده ربنا يوفقني في الوقت شوية أن أنا أفلتر وأقطع وأرفع، الله المستعان. إن شاء الله نستناكم يوم الاثنين القادم. كان فيه هوم وورك لحد فيكم أنا نسيته، اللي هو الجينيتال درماتوزيز of dermatological disorders of genitalia. أنا افتكرت الكلام ده دلوقتي. يبقى يفكرني بنفسه بقى علشان يعرض إن شاء الله. دكتورة سارة بقى لو مستخبية تظهر. سارة؟ آه طب كويس إن أنت بنت حلال والله، كويس إنك فكرتيني. فهي تجهز نفسها. أشكركم شكرا جزيلا ونشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة ليلة نصف من شعبان، وهل علينا أيام رمضان أهو، ويعود عليكم الأيام بالخير يا رب. كل حضرتك سنة طيب بخير يا رب، وحضرتك بخير. أشوفكم على خير، وإلى اللقاء الاثنين القادم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.